السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ نتمنى جميع المشاهدين قناه لاله خديجه بيوتي يكونوا على خير وبخير. نهار جديد، حلقه جديده، وصفه جديده. بسم الله على بركه الله. ان شاء الله اليوم غادي نوجد لكم واحد البليغ، غادي الزجلان تيجيو رائعين ومقرمشين. ندوزو للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. هنا عندي واحد نص كيلو ديال الطحين الفورس ديال الحلويات، الطحين يكون ممتاز، مع واحد الخماره. عندي هنا 6 كيلو ديال الزجلان من بعد ما غسلته ونقيته وحمرته في الفران. عندي هنايا واحد جوج معالق حتى 3 معالق ديال الزبده، ذوبتها مزيان. عندي هنايا 0 بيضه، مسكة الحره ديجا طحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي. عندي هنا معلقه ديال النافع، شويه ديال الملحه، شويه ديال القرفه. عندي هنايا غادي ندير واحد المعلقه ديال الخل، جوج معالق ديال الزيت النباتي. عندي هنايا الماء الزهر باش نخلطوا العجين ونضيفوا عليه، نزيدوا معاه شويه ديال الماء دافي. بسم الله على بركه الله، ندوزو نخلطوا العجين. بسم الله البنات، اول حاجه نديرو الدقيق ديالنا، البنات انا نسحب لي ديجا تنصور، ديجا حطيت كلشي هنايا. ديجا كيف ما قلت لكم البنات، درت هنايا نص كيلو ديال الدقيق، نص كيلو ديال الزجلان، درت واحد معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال النافع مطحون، درت واحد جوج معالق كبارين ديال الزبده، واحد شويه ديال الملحه. انا عند بالي راني تنصور، ما جيت نشوف الكاميرا لقيتها ما تتصورش. عندي هنايا بيضه، 0 بيضه، سمحوا لي. واحد شويه ديال الخل، اللي ما بغاش ما يديروش، راه ما تعجبني تجي مقرمشه وشيشه في نفس الوقت. واحد جوج معالق حتى 3 معالق ديال الزيت النباتي وافين. هنا انا عندي تقريبا واحد كاس ديال العنبه ديال الماء الزهر، نخلطو بالماء دافي ونخلطو به العجين. الماء الزهر البنات خلطته مع الماء اللي غادي نخلط به العجين، الماء دافي. بسم الله، نحاولوا نخلطوا هذاك الشيء كامل. نضيفوها بشويه بشويه باش ما تجيناش العجين، ما هي مرفوفه ما هي ثقيله، ما تجيش قاصحه بزاف. بنات من بعد ما جمعنا العجين بحال هكا، ما تجيش ثقيله وما تجيش خفيفه بزاف، غادي نقطعهم كويرات صغارين ونخليهم. بالنسبه لي انا عجنتهم في الصباح، غادي نخليهم حتى للعشيه عاد نخدم بهم، نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا. من بعد ما عجنت العجينه كورتها كويرات صغيره وخليتها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه حتى لساعه. بالنسبه لي انا عجنتهم الصباح، ما غادي نخدم بهم حتى للعشيه ان شاء الله. يلا خليكم معايا، ما تمشيوش باش تشوفوا كيفاش غادي نشكلوا هاد البليغات. ما شفتوا البنات، نطلقوا هاد العجينه مزيان باش تجي رقيقه، ما تخليهاش غليظه بزاف، ما تكونش سميكه، غير رقيقه بحال هكا. حطوا شي جرار ونقطعوا مربعات صغيرة باش يجي زوينين، تيجي الشكل ديالهم زوين. شحال ما قطعت العجين شحال ما تجي زوينة ومقرمشة. بهاد الطريقة هادي نحيدو هاد الجوانب.
بحال هكا، دوريها على صبعك بحال الطريقه هذه هكا، ونحاولوا نضغطوا مزيان. عاود معكم وحده اخرى، جاكم مربع كبير نقصوا منه شويه بحال هكا، ودوريها على الصبيه ديالك بحال هكا، وضغطي مزيان بهذا الشكل. تيجيو صغارين تيجيو زوينين هكا، ونضغطو عليها بهذه الطريقة. انا تيعجبوني صغار، تيجيو حليلوين وعاطين منظر. انا غنمشي بهذه الطريقه حتى نكمل وندوز لمرحله القلي. نتمنى يعجبوكم. كما شفتوا البنات هادو هما البليغات اللي صاغت معاكم. ندوزو دابا للقلي، ندوزو دابا للقلي. كما شفتوا البنات درت هنا الزيت تسخنات، درت ليه واحد الشبيكه ورميت البليغات ديالنا كما تشوفوا، ونقص عليها البوطه، ما خليتش البوطه مجهده. وجدت هنا العسل وشي برمه فاش نسقطرو البليغات ديالنا. البنات هادو هما البليغات اللي وجدت معاكم، تيجيو رائعين ومقرمشين، فيهم واحد المذاق غزال غزال غزال. نتمنى انكم تجربوهم، رائعين والطريقه سهله وما فيهمش مكونات كثارين، وبصحه وراحه، ونتمنى انهم يعجبوكم.